شي فاش اسمع مليح عشان نهضر معاك. اسمع مليح. التعليمه تطبق اش بدر الرجيس هاو كان لي دات يا اخي هكذا ما عنديش المضرب هذا ما كارت غريز يديها في ربع ساعه اش بك راه معك اش فيك الزحف انت فيريفيكاسيون يقعد ان كاردور باش يديها هذه هي التعليمات تنظم روحك على حسب الضوابط راه وراه الريجيستر تاع الديبو وراه الريجيستر تاع الديبو واش بك راه يهضر معك اش فيك الزحف انت لا هو راه يهضر معاك لا راك تهضر في التليفون وراه الاله العامه روح اش بدي نشعل فين نديرو تما لا نمشي اليوم ما حسبش اليوم حسب البارح ولا البارح سيدي الوالي على حسب الخطره تاعك اش بدي الريجيس هاو كاين لي دات يا اخي هكذا ما عنديش المضرب هذا ما كان كانت كات واحد زوج ثلاثة أربعة ربعة ربعة البارح ربعة بزاف ربعة ما كاش فيها انا نهضر بصفة اسمع مليح عشان نهضر معاك اسمع مليح التعليمة تطبق كارت غريز يديها في ربع ساعة ان شاء الله ماشي مشكلة يديها في ربع ساعة ماشي حطها الصباح ويديها العشية تقول لي بزاف ها عندكم ربعة لا ما قلتلكش بزاف لا قلت بزاف قلتلك على حسب ما يدخلوا الدواسة قلت بزاف وري لي وين دخلوا بزاف هيا وري لي اكبر عدد وريهولي تفضل وري لي ما كان حتى مشكل ما قلت لهم سيدي الوالي لا سقسيتك قلت لي عندي عدد بزاف على حسب واش يدخلوا قلت لك وري لي شحال على حسب واش يدخلوا باش نفيرو في غرفه ايه معليش وري لي اكبر عدد 10 شحال تخدموا من كارت كريت في النهار صديقه كل مره كيف شحال صديقه خاطر اللي حنا كنكونوا 10 10 ولا اقل من 10 10 بزاف 10 بزاف يديها في ربع ساعه شكون اللي يسنيهم انا ولا الامين العام خلاص انت راك هنا ماشي مشكل شي خلاص ماشي مشكل خلاص تتمد في ربع ساعه هذا ما كان تابعونا على المواقع التاليه